انزين، انا صار لي فتره قاعده ادور لي اثاث وما ادري شنو، فخلاص قلت لكم ذاك اليوم لقيت لي محل راح ياخذون الغنفات والكراسي يغيرون الوانهم. اليوم بروح لهم اختار الخامه، اختار الالوان، علشان يعني حرام يدد والله. صباح الكبتات باجي 25 يوم وتخلص السنة، المفروض ان احنا نكون ناقلين والبيت فاضي. بس مو بهالطريقة. اوكي عقيل، يعني شفت برودك؟ انت تحبين الاثاث. لحظة، اوكي احب الاثاث بس شفت برودك؟ اليوم نور برودك دقة عليك، كنتي قاعدة ومالك خلق، اول ما دقت عليك قمتي. اي شطيت. سوي كذي. احب. وماسكة. زين اوكي. تخيلوا. والله ياهل والله على برودك تقعد تعرض ما تسوي انه اي سوي كذي ابي كذي غرفه والمشكله انه دوري على برودك انت والله عقير راح ننقل شهر ثلاثة بس اشو ان انا مستلم الموضوع انا مو بارد اهم شيء يعني خلاص نخلص بس من البيسكس بس انت تحبين زين تدري الأبوارة. تدري ان يوم الجمعه راح ننقل المطبخ كله بس اتفقت ترى بس اتفقت مع الشركة مو كيفك شنو بيتمشى تبي بالمطبخ على اساس نحن وايد نستخدم المطبخ بخلي بس الثلاجة والميكروويف لا الصحون فرح صحنين نخلي صحنين كبد ونخلي كوبن شوف والفرن اهم شيء الفرن انا ما ادري ايش الغدا الغدا يا فرح اليد لانه صدق راح اخلي بس الثلاجة والميكروويف فذول اللي قاعد نستخدمهم الباجي بنقول لهم على ما تعلم عليهم ان شاء الله الله يوفقك والسخان صح سخان ما يهم مهم الله يوفقك راح اخلي بس كوبين لا هو حط السخان ماي وكوبين بس كوبين قهوه بس راح تشوفونهم كل يوم قاعد نصورهم كل يوم This is our life وصحون بلاستيك نخلي ما يخلق غسل اطلع بروحي ولا يوم سنين فرح بس عاد لا ترى مليت وزهقت اوكي الحين اذا ما رحنا خلصنا بيتنا دقيقه خلينا نسال شوي نتهاوشوا بعض احس بس خل نغير جو استغفر الله يا رب في حد يقول استغفر الله خل نغير جو خل نزعل خل نغير جو والله خل نسوي نفس لقطة قبل برد بيت اهلي لا 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 لقطة قبل تفكرين اللي يعني لما تزعلين مني تسوين لقطة ان احط اغاني دراما شي تذكرون قبل ليش من زمان امبي كنت وايد دراما احط اغاني وانت اخر مرة تهاوشنا ما ادري قريب يعني ما شيء اسبوعين تهاوشنا على البيت بعد ايه لانه وايد تزعجيني صايرين صدق صايرين كل خميس نتهاوش زعلت لا وانا زعلان هناك زي ايش تبي وركبت سيارتي زين وفرح بالبيت وانا خلاني وايد اوفر انزين اوكي الحين اذا مثلا اليوم ما رحنا المكان اللي انا ابي حق التنجيد وعلى ان اتفق بس ايش تنجيد اخذ ما سويت تنجيد لي سوي لي تنجيد انا اخذ انت اخذ موعد اخذ موعد بروح اخذ موعد عشان يوني ياخذون الاثاث جنديد اوكي تجنيدي اذا ما خلصنا اليوم اذا ما خلصنا شنو انت بتروح تسوي؟ بتروح جوتشي؟ لا وين؟ شنو تسوي؟ ما عندنا شيء شنو؟ اتمشى معاك من زمان ما تمشوا اوكي ما احنا راح نتمشى بالسياره راح نتمشى بين الاثاث هوب بين 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 القطن والخشب بين الباركيه والخامات صار فيني عزف صار فيني حساسية من القطن والله صار فيني حساسية اوكي ادري وايد اختفيت منكم وايد ادري وصلتها بس اثاث كبتات اثاث زولية كنفة سرير كوشية هذه حياتي صايرة وموبايل ايفون اكس وايد زوم وايد زوم تلفوني طاح انفرم كذا استخدم الاكس وبس رايحة اكمل الاثاث والكبتات لا مو كبتات بس قاعد اكمل غرفة النوم وقاعد اكمل شي شم شغلة احتاجها اول مرة اليوم شوفوا ترى انا وايد 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 اوسخها ان تعرفون اللي اروح المحل ما ادري شنو ابي يعني عبالي ان انا ادري شنو ابي بس لما ادش المحل احتار اشوف الوان وايد اشوف وايد ديزاينات زين
فأدش خلاص أوكي أعيدهم مرة ثانية. لما أروح مرة ثانية هم يصير معي نفس الشيء، وكل مرة أحتار بالألوان، كل مرة أفكر بشيء ثاني، يعني ما أرسى على بر، ما أقرر بسرعة. فاليوم أول مرة أخلص بسرعة، يعني تخيلوا اخترت بسرعة ما أبي أغير رأيي، بس تعبت من الفرارة، صار لي شهر ونص وأنا قاعد أفتر، وشهر ونص وأنا رايحة وردة ما قاعد أخلص شغلي فاضي. ف شنو جني راكضة زين، فخلصت غرفة النوم راح أسوي تنجيد، طبعا ما راح أشتري شيء جديد، كله تنجيد غرفة النوم. شريت شي قطعة زيادة حق غرفة النوم مثل الغنفة صغيرة، لأنه بنسوي كوفي كورنر وكذي بغرفة النوم، بنسوي كوفي كورنر لأنه صراحة ما لنا خلق صاعدين ورادين صاعدين ورادين. الحين زين شو كنت أقول؟ أمبايش كنت أقول؟ كبتات، ما عندي إلا كبتات، عقل نهار من الكبتات، ما أدري أحب الكبتات، يعني أحب الكبتات أكثر من يعني أكثر نوع أثاث أحب الكبتات. أبي صار فوائد للبيع وشكرا باي. ما تتخيلون كثر حاطة عيني على هاللون، وايد عاجبني ما أدري ليش، أول مرة شي يعجبني هذا اللون، ما أدري مبين معاكم عدل أي هذا، وايد عاجبني أبي، بس ما أدري وين، يعني ما أدري بأي غرفة. أنتوا شفتوا الزولية اللي بغرفة ملابسي صح؟ تقريبا هذا اللون، شوي على افتح، ودي احط هذه غرفة ملابسي يعني هاللون، شو رايكم؟ ترى جاي على بيبي بينك وايد، بس ما ادري ليش جيب الاضاءه صاير نود، ما ادري شو رايكم، ابي لوني موت كاشوف في منها الغرفة الكبيره، بس حاطه ستاير لون اسود، خلاص اعترفت ستاير لون اسود، شو رايكم؟ لا احط هذه علشان خلاص اضمن انه بس لايك، اخاف اجيب شيء شي عاجبني واجيب العيد اخر شيء. ها بسرعة ساعدوني، ولا أحط أوف وايت هاللون، ولا أوف وايت ولا أسود. طبعا محلات الأثاث كلهم كل محلات الأثاث موجودة بالكويت، لا تجهودهم مني، كل يوم رازة ويهي، ولا يعني أحر، يعني ريت لو أشتري لا أدش أطالع وأطلع أبطل شهبت والله، بس خلاص براح. بس بنات بسرعة لحقة، وشفتوا المنتجات اللي اليوم وريتكم اياهم من ماك، اللي هما الهوليدي كولكشن شايني بريتي ثينجز. المهم ماك مسوين مسابقة وفايزة واحدة بس راح تربح هال 39 منتج كله، كل الاغراض الموجودة بالصورة راح تربحها فايزة واحدة. توني نزلت البوست، الحين بقول لكم كل التفاصيل والشروط. الشروط وايد سهلة، اول شيء لازم تكونون مسوين فولو حق حساب ماك كوزمتكس ميدل ايست، بعدها هم منزلين صورة المسابقة عندهم بالحساب، لازم تسوون منشن حق اثنين من رفيجاتكم تحت الصورة الموجودة بحسابهم ماسك كوزمتكس ميدل ايست. وبس والله المسابقة تنتهي 10 ديسمبر، وان شاء الله اعلان الفايزة راح يكون بحساب ماسك كوزمتكس ميدل ايست تاريخ 11 ديسمبر.